السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي قناة التعليمية. في بلاغ صادر عن وزارة التربية الوطنية جاء فيه أن السيد بن موسى كلف السيد محمد أدردور بمهمة تدبير مديرية الموارد البشرية بالإضافة لمهمته كمدير لأكاديمية. وجاء في هذا البلاغ أنه قد تقرر إنهاء مهام السيد محمد بن زرهوني المدير السابق لمديرية الموارد البشرية، وتم تكليف السيد محمد أدردور يعني بتدبير مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر بالوزارة، وذلك بشكل مؤقت إلى حين تعيين مدير لهذه المديرية وفق المصادر الجاري بها العمل. إذن السيد محمد أدردور سوف يتكلف بمهمة تدبير مديرية الموارد البشرية بالإضافة لمهمته كمدير لأكاديمية الرباط سلا القنيطرة، وبالتوفيق للجميع إن شاء الله.